السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يهم ولي ياسين. سيدي الطياب يا تبارك الله عليك، واحد الملاحظه اللي جات بغيتك تفصل لي فيها. نعم. دابا كنسمع في الاخبار كي في دوك في المآتير، في المآتير كيقول لك عثر مثلا على واحد الجمجمه ولا عظام ديال الانسان. نعم. كيقول لك مثلا 160 الف عام و 150 الف عام. نعم. ولا هكا. انا ما كنظنش واش البشر كاع عنده هالتقادميه، البشر من بونا ادم عليه السلام حتى الان ما كنظنش هاد الشيء بزاف. 150 160 الف عام كنظن كثيره. وبغيت توضيح من عندكم، الله يجازيك بخير والله يخليك لنا وحظك صحيحتك ووليداتك سيدي الطيب. بارك الله فيك اخويا. بارك الله عبد الغني. شكرا لك سي عبد الغني، حياك الله تعالى. وفكرة مهمة، قضية ما نسمع في الأخبار عثر على جمجمة أو على هيكل أو على عظم، وتم تقويم بأنه عنده مئات السنين أو ألف سنين أو ملايين السنين، هذا داخل في علم يسمى علم الأركيولوجيا. علم الأركيولوجيا هو البحث عن الآثار، وهذا العلم فيه قواعد، أن حسب طبيعة العظم أو الجمجمة فيه واحد المجموعة ديال السن من خلالها يعرفون كم من سنة. بحال الشجر، الشجرة أيضا عندها واحد المجموعة ديال الأغطية، وهذوك الأغطية كيعرفوا بأن كل غطاء كيتكون على واحد المدة زمنية معينة، ملي كيحسبوا العدد كيعطيهم المشهد. لكن كيبقى دائما كل هذا ليس علما رياضيا اللي هو مضبوطا، هو كيبقى علم تغليبي، علم مقاربة، لأن ربي عز وجل ماذا قال في كتاب العزيز؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. راه كان أدولف داروين يبحث في هذا الميدان في الأركيولوجيا، وعثر على جمجمة وما قالش ألف سنة، بل قال بأن أصل الإنسان قرد. من خلال علم الأركيولوجيا قال كلام اللي هو خطير جدا، وتلقفه الناس في زمانه في القرن الثامن عشر، وقالوا فعلا إن الإنسان قرد. ونظرية داروين تهدم جميع الأديان. الأديان تقول بأن الإنسان كان آدم خلقه الله فوق الأرض، ثم كان خلافات، ثم كان موت وبعث ونشور. قالوا كل هذا أساطير. ونظرية داروين تقول بأن الإنسان أصله قرد، وأن الطبيعة هي التي خلقته ثم تطور عبر الزمن، وتطور ربما الإنسان قد يصير فيما بعد ديناصور، وهذا كلام فارغ. فيما بعد العلماء أنفسهم قالوا بأن نظرية داروين هي إكسترا سيونتيفيك، هي خارجة عن المنظور العلمي. وربنا عز وجل قال في كتابه العزيز: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يوم خلق الله الوجود كان بمفرده سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يمنع أن هذا علم محترم، علم الأركيولوجيا وعلم البحث عن الآثار والتنقيب، هو قرآني، لأن ربي عز وجل قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذا علم رباني إيماني، لأنك لما تبحث كتشوف المخلوقات كيف كانت وكيف ولت، وهو علم غير هو تقريبي. ملي قلنا 1600 مليون سنة يعني ماشي بالضبط اكزاكتومون، وإنما مقاربات، لكنه يبقى علما محترما. كنشكرك السي عبد الغني، انت من دولة خاصة فقد البصر، ولكن كنحييوك، عندك واحد طاقة إيجابية وعندك تصالح مع الذات وعندك مقاومة باش تكون في الحياة. والفكرة اللي قلتي جميلة، أن الوليدات اللي هما مكفوفين خاصهم يمشيو للمؤسسة اللي مكلفة باستقطابهم، المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، هي موجودة في أكثر من مدينة وفيها خدمات كثيرة، كتستقبل الأبناء المكفوفين وكتقرر، وتبارك الله خرجوا اساتذه وخرجوا ناس عندهم شواهد عليا، اجازه، ماستر، دكتوراه. والان كنعرف واحد المجموعه من الاشخاص اللي هم ولاد الشعب، بسطاء، وقراوا في هذه المؤسسه منظمه العلويات المكفوفين، وتبارك الله تخرجوا الان موظفين واصحاب قرارات واصحاب امتيازات بمجهودهم، دون ان يتسولوا ودون ان يبكوا على 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 واقعهم المرير.
بل الحمد لله شقوا طريقهم كما وقع لطحسين وغيره من كبار المتحدين لإعاقتهم. كنشكرك سي عبد الغني. وهذاك الوليد ياسين راه باقي عاقل على قمعات، تبارك الله راه كيحفظ القران الكريم وباقي في النشاط ديالو، وشي مره نجيبو للاذاعه نستضيفه وتستمتعوا بالكلام ديالو الطيب، وعنده واحد الفصاحه وعنده واحد البلاغه وعنده واحد النكته، صاحب نكته ويحفظ القران الكريم، وعنده شخصيه قويه، وان شاء الله غادي يكون من الناس اللي غتكون لهم بصمه كبيره في المشهد الاعلامي باذن الله قريبا. اسال الله تعالى ان يبارك في الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم سيد الطيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير سيد الطيب؟ لاباس عليك. حياك الله سيد عبد الغني. تحياتي ليك والأخت مستقبلك المكالمات ولكل العاملين والعاملات لإذاعة ميد راديو، وتحية خاصة لكل مستمعين والمستمعات الأعزاء. وسيدي الطيب كنتقبل تحيات الأخت ملكة الرمداني صديقتنا من وجدة، راه ديما كتتصنت البرامج ديالك كاملين لا هذا ولا ديال كلام طيب بالليل. بارك الله فيك. كنقول يسلم عليه، راه كانت واحد المرة فازت معاكم بواحد العمرة كتديري المسابقة اللي عقدت عليها. أيا سعد الغني يا خويا. كتديري واحد المسابقة وفازت معاكم بعمرة. مشات الوالدة ديالها في بلاصتها، حقيتاش هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشات الوالدة ديالها في بلاصتها، وراه ديما كتسلم عليك وكتطلب منك واحد الدعاء للوالدة ديالها مسكينة عيانة شوية، الله يشافيها ويعافيها. يا ربي يا كريم. وبغيت نسولك سيد الطيب على واحد الولد كان معاكم في 2014، في هو سميتو واقيلا أنس، كان عنده 6 سنين وهو حافظ شوية ديال القرآن وفاقد البصر مسكين. واش باقي عندك عليه شي أخبار؟ أييه باقي، مازال باقي. يا خويا أييه كان سميتو أنس، عقلت عليه كان معاكم في 2014 في برنامج كلام طيب. نعم سيدي أييه. وحنا حنا راه من ذوي الاحتياجات الخاصة. أييه سعد أنا عرفتك أخويا. سول عليه مسكين وكنتمنى له مستقبل زاهر، يا ربي يكون عنده شي مستقبل زاهر إن شاء الله. يا رحمن يا رحيم. ونصيحة لكل الوليدات، كل الوليدات اللي كيسمعوني وكانوا باقيين في المدرسة وكانوا فاقدين البصر، راه أحسن حاجة يمشوا ليها هي مدرسة المكفوفين. أييه. معلوم بمدرسة المكفوفين. نعم سيدي أييه أخويا. نعم سيدي الطيب، وراه كنت منه يكون سلستي مع داك الوليد، راه كنت سمعته معاك كنت تحفظ القرآن، وركنين تبارك الله ناس راه ماشي كل شيء اللي فاق البصر كل شيء محتاجين، وكل شيء محتاجين لعولهم، ركنين الناس اللي مضفين وكان اللي عندهم مستويات عالية في الدراسة وكان اللي قاري، ولكن مع الأسف ما عندوش ملقاش العامل، فرصة العامل ملقاهاش، هذا هو المشكل اللي كيعانوا منه بحالهم بحال سائر المواطنين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ايها مولاي ياسر. سيد الطيب يا تبارك الله عليك، واحد الملاحظة الله يجازيك بخير بغيتك تفصل لي فيها. نعم. دابا كنسمع في الاخبار كي في دوك في المآتير، في المآتير كيقول لك عثر مثلا على واحد الجمجمه ولا عظام ديال الانسان. نعم. كيقول لك مثلا 160 الف عام و 150 الف عام. نعم. ولا هكا، انا ما كنظنش واش البشر كاع عنده هالطاقه هذوميه، البشر من بونا ادم عليه السلام حتى الان ما كنظنش هاد الشيء بزاف، 150 160 نعم. الف عام كنظن كثيره، وبغيت توضيح من عندكم الله يجازيك بخير، والله يخليك لينا وحفظك صحيحتك ووليداتك سيدي الطيب. بارك الله فيك اخويا، بارك الله عبد الغني. الله شكرا لك سي عبد الغني، حياك الله تعالى. وفكرة مهمة، قد يتم نسمع في الأخبار عثر على جمجمة أو على هيكل أو على عظم، وتم تقويم بأنه عنده مئات السنين أو ألف سنين أو ملايين السنين، هذا داخل في علم يسمى علم الأركيولوجيا. علم الأركيولوجيا هو البحث عن الآثار، وهذا العلم فيه قواعد، أن حسب طبيعة العظم أو الجمجمة فيه واحد المجموعة ديال السن من خلالها يعرفون كم من سنة، بحال الشجر، الشجرة أيضا عندها واحد المجموعة ديال الأغطية، وهذوك الأغطية كيعرفوا بأن كل غطاء كيتكون على واحد المدة زمنية معينة، ملي كيحسبوا العدد كيعطيهم المشهد، لكن كيبقى دائما كل هذا ليس علما رياضيا اللي هو مضبوطا، هو كيبقى علم تغليبي.
علم مقاربة، لأن ربي عز وجل ماذا قال في كتاب العزيز؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. راه كان أدولف داروين يبحث في هذا الميدان في الأركيولوجيا، وعثر على جمجمة وما قالش 1000 سنة، بل قال بأن أصل الإنسان قرد من خلال علم الأركيولوجيا. قال كلام اللي هو خطير جدا، وتلقفه الناس في زمانه في القرن 18، وقالوا فعلا إن الإنسان قرد. ونظرية داروين تهدم جميع الأديان. الأديان تقول بأن الإنسان كان آدم خلقه الله فوق الأرض، ثم كان خلافة، ثم كان موت وبعث ونشور. قالوا كل هذا أساطير. ونظرية داروين تقول بأن الإنسان أصله قرد، وأن الطبيعة هي التي خلقته ثم تطور عبر الزمن، وتطور ربما الإنسان قد يصير فيما بعد ديناصور. وهذا كلام فارغ. فيما بعد العلماء أنفسهم قالوا بأن نظرية داروين هي إكسترا سيونتيفيك، هي خارجة عن المنظور العلمي. وربنا عز وجل قال في كتابه العزيز: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يوم خلق الله الوجود كان بمفرده سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يمنع أن هذا علم محترم، علم الأركيولوجيا وعلم البحث عن الآثار والتنقيب، هو قرآني، لأن ربي عز وجل قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذا علم رباني إيماني، لأنك لما تبحث كتشوف المخلوقات كيف كانت وكيف ولت، وهو علم غير، هو تقريبي. ملي قلنا 1600 مليون سنة يعني ماشي بالضبط اكزاكتومون، وإنما مقاربات، لكنه يبقى علما محترما. كنشكرك السي عبد الغني، انت من دولة خاصة فقد البصر، ولكن كنحييوك، عندك واحد طاقة إيجابية، وعندك تصالح مع الذات، وعندك مقاومة باش تكون في الحياة. والفكرة اللي قلتي جميلة، أن الوليدات اللي هما مكفوفين خاصهم يمشيو للمؤسسة اللي مكلفة باستقطابهم، المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، هي موجودة في أكثر من مدينة وفيها خدمات كثيرة، كتستقبل الأبناء المكفوفين وكتقرأ، وتبارك الله خرجوا أساتذة وخرجوا ناس عندهم شواهد عليا، إجازة، ماستر، دكتوراه. والآن كنعرف واحد مجموعة من الأشخاص اللي هم ولاد الشعب، بسطاء، وقراوا في هذه المؤسسة، منظمة العلويات المكفوفين، وتبارك الله تخرجوا الآن موظفين وأصحاب قرارات وأصحاب امتيازات بمجهودهم، دون أن يتسولوا ودون أن يبكوا على 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 واقعهم والمرير، بل الحمد لله شقوا طريقهم، كما وقع لطه حسين وغيره من كبار المتحدين لإعاقتهم. كنشكرك سي عبد الغني. وذاك الوليد ياسين راه باقي عاقل علاقة معاه، تبارك الله، راه كيحفظ القرآن الكريم وباقي في النشاط ديالو، وشي مرة نجيبو للإذاعة نستضيفه وتستمتعوا بالكلام ديالو الطيب، وعنده واحد الفصاحة وعنده واحد البلاغة وعنده واحد النكتة، صاحب نكتة ويحفظ القرآن الكريم، وعنده شخصية قوية، وإن شاء الله غادي يكون من الناس اللي غتكون لهم بصمة كبيرة في المشهد الإعلامي بإذن الله قريبا. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.